السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد. ولكن قبل بداية لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الذي من خلاله سأشارك معكم بعض أخبار محترفين وأخبار المنتخب الوطني الجزائري وآخر أخبار الخضر قبل ترسيم المباراة الثالثة للجولة الثالثة من تصفيات المؤهلة الإفريقية لمونديال قطر سنة 2022. إذا هذا ما سنتعرف عليه، فإذا كنتم تشاهدون للمرة الأولى رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات لكي يصلكم كل ما هو جديد ينشر في هذه القناة مستقبلا. نبدأ لكم أعزائي الكرام بالخبر الأول الذي يتعلق بأحد لاعبي محترفين، ألا وهو نجم نادي مانشستر سيتي رياض محرز. عندما نتكلم عن رياض محرز يعني أوتوماتيك مو تعرفوا بلي أنه رياض محرز حاليا لم يلعب لستة مباريات على التوالي في الدور الإنجليزي الممتاز، وحاليا هذا اللاعب راه يعاني تحت سياسة وفلسفة بيب غوارديولا التي تطبق عليه فقط هو وأيضا رحيم ستيرلينج. فلهذا عندنا أحد الأندية من الدور الإيطالي تريد يعني استغلال هذه الوضعية التي يعيشها رياض محرز من أجل إقناعه من أجل الخروج من الدور الإنجليزي الممتاز ومن نادي مانشستر سيتي على بوابة يعني الدور الإيطالي إلى نادي يوفنتوس الإيطالي، مثل ما أكد لنا موقع كالتشو ميريكاتو كما تشاهدون هنا في الشاشة الظاهرة أمامكم. ونفس التقرير في هذا الموقع صرح قائلا بلي أن الفريق نادي يوفنتوس الإيطالي يضع رياض محرز يعني كأحد خياراته الأولى في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بالنظر إلى تهميشه من قبل المدرب الإسباني بيب غوارديولا والذي أصبح لا يعطيه دقائق كثيرة. ونفس الموقع صرح قائلا يسعى النادي الإيطالي نادي يوفنتوس إلى إقحام اللاعب رياض محرز في صفقة تبادلية مع اللاعب الشاب ديان كولوزيفسكي الذي لا يتوافق مع تكتيك المدرب أليجري وفي نفس الوقت يحظى باهتمام مجموعة من الأندية الإنجليزية. ونفس المصدر أكد قائلا بلي أنه أليجري معجب كثيرا بإمكانيات اللاعب المنتخب الوطني الجزائري ومقتنع تماما أنه من نوعية اللاعبين التي تتوافق مع فريق يوفنتوس الإيطالي، كما أنه سيكون قادرا على رفع مستوى الهجوم للفريق الإيطالي. وفي نفس الوقت وفي نفس السياق أضاف نفس المصدر بلي أنه في ظل ضعف حظوظ رياض محرز في تجديد عقده مع فريق نادي مانشستر سيتي قبل نهاية عقده مع النادي صيف 2023، فمن المحتمل أن يضع المدرب بيب غوارديولا لاعبه رياض محرز ضمن قائمة الراحلين واللاعبين الراحلين نهاية الموسم قصد الاستفادة من هذه الصفقة ماديا بدلا من تسريحه وذلك بشكل مجاني، وهي النقطة التي سيحاول النادي الإيطالي يوفنتوس استغلالها. فحاليا نادي يوفنتوس الإيطالي يريد استغلال وضعية رياض محرز بما أنه راه مهمش، ولكن نفس المصدر أكد لنا بلي أنه ما راحش يتعاقدوا معاه في هذا الميركاتو الشتوي بل في الميركاتو الصيفي القادم. ولكن إذا تبغوا رأي أعزائي الكرام وأحتل جميع آرائكم في صندوق التعليقات وكل واحد عنده رأي، يعني حسب رأيي الشخصي رياض محرز لن يخرج على الأقل من الدور الإنجليزي الممتاز، راح قايلها حوالي 10 مرات. يريد هذا اللاعب الاعتزال في الدوري الإنجليزي الممتاز ويرى الدوري الإنجليزي الممتاز الأفضل من جميع الدوريات الأخرى، نقطة عودة للصدر. يعني رياض محرز لن يخرج إلى نادي يوفنتوس. ولكن تقدروا تقولوا لي بلي أن هنالك حالات استثنائية مثل كريستيانو رونالدو وما حدث أيضا مع ليونيل ميسي، فممكن أننا سنرى مفاجأة وأن ينتقل رياض محرز إلى نادي يوفنتوس. أود أن أقول لكم أعزائي الكرام أنا مدبية يخرج من نادي مانشستر سيتي، ولكن يعني حاليا رياض محرز ليس للمرة الأولى رانا نسمع هذه الأخبار، فكانت هنالك أخبار مشابهة من نفس النادي ألا وهو نادي يوفنتوس. على سبيل المثال الأشهر الماضية كنا نسمع بلي أنه ديبالا سيدخل في صفقة تبادلية مع رياض محرز بين هذين الفريقين يوفنتوس ونادي مانشستر سيتي، ولكن ولا شيء حدث وطبعا الصفقة لم تتطور. ولكن حاليا بما أن هذا الموقع الإيطالي راه يقول بلي أنه رياض محرز أصبح من أولويات نادي يوفنتوس فممكن أنها ستحدث، ولكن حسب رأيي الشخصي رغم أنني باغيه يخرج إلا أن رياض محرز حسب تصريحاته، ما راش نتكلم حسب رأيي الشخصي حاليا، حسب تصريحاته لا يريد الخروج على الأقل من الدور الإنجليزي الممتاز ويرى خروجه من الدور الإنجليزي الممتاز حالة استثنائية ومستحيلة. فأنتم اكتبوا لنا في صندوق التعليقات، هل تروا أن هذه فرصة ويجب على رياض محرز أن يأخذها من أجل الخروج من فلسفة بيب غوارديولا، أم البقاء في نادي مانشستر سيتي أحسن من المغامرة في هذا النادي الإيطالي؟ اكتبوا لنا رأيكم في صندوق التعليقات رجاء. والآن ننتقل للخبر الموالي الذي يتعلق بالمنتخب الوطني الجزائري والكوتش جمال بالماضي والذي وذلك بشكل رسمي رفض أن يعاين ملعب مصطفى تشاكير هذه المرة. عندنا أحد التقارير أكدت لنا مصداقية هذا الشيء بلي أن الكوتش جمال بالماضي هذه المرة رفض معاينة ملعب مصطفى تشاكير وسيتفقده فور ترسيم هذه
المباراة. علاش؟ لأنه حسب المواقع الظاهرة أمامكم ومصدر وين وين القطري أكد لنا باللي أنه هنالك مصادر مقربة من الاتحاد الجزائري لكرة القدم صرح لها باللي أنه بالماضي فضل هذه المرة الاعتماد على التقارير بخصوص مدى جاهزية أرضية ملعب مصطفى شاكر بالبليدة لمباراة النيجر دون القيام يعني بأي زيارة ميدانية كما تعود عليه في المرات السابقة حتى يتفادى الدخول في أي صدام جديد بعد أن كانت تصريحاته الشهر الماضي أثارت جدلا واسعا والتي تضمنت انتقادات وانتقادا صريحا للسلطات لعدم قدرتها على توفير الملعب لمواصفات كاملة يليق بسمعة بطل كأس أمم إفريقيا. ونفس المصادر قائلة أعزائي الكرام بأن وضعية أرض ملعب مصطفى تشاكير التي أثارت يعني غضب الكوتش جمال ماضي وزملاء رياض محرز تحسنت كثيرا هذه المرة وستكون أحسن بكثير خلال مواجهة النيجر، الأمر الذي سيخدم زملاء رياض محرز وسيسمح لهم بتقديم مستويات أفضل على اعتبار أنهم يتمتعون بمهارة عالية تحتاج لتوفير أرضية جيدة لترجمتها فوق أرض الواقع. كوتش جمال ماضي حاليا لا يريد ورفض رفضا تاما ان يذهب لتفقد يعني ارضية ملعب مصطفى تشاكر واكتفى فقط بالتقارير الخاصة بذلك الملعب لانه الارضية راهي جاهزة وذلك حسب المصدر لانه يريد تفادي اي مشاكل واي ضغوطات اخرى. فما رايكم حول هذه الاخبار وخاصة انه المكلف بالاعلام يعني صالح باي عبود الذي يعمل في الاتحاد الجزائري لكرة القدم اكد منذ اسابيع بان ارضية ملعب مصطفى شاكر جاهزة لاحتضان يعني مباراة المنتخب الوطني الجزائري وهي يعني بحلة جيدة. فنتمنى انه هذا الشيء راح يكون صادق ونتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني الجزائري ونتمنى ايضا الملاعب الاخرى يعني ان يستأنفوا فيها الاعمال وان يسرعوا الاعمال من اجل احتضان مباريات اخرى لانه المنتخب الوطني الجزائري يستحق ملاعب عالمية صراحة. أما الآن ننتقل للخبر الموالي الذي يتعلق بوصول لاعبي المنتخب الوطني الجزائري للفريق الأول للكوتش جمال الماضي رفقة لاعبي محمد لصات يعني تحت 20 سنة. الكوتش جمال الماضي وأيضا المنتخبين كل من الجزائري الأول وأيضا تحت 20 سنة وصلوا في طائرة واحدة إلى الأراضي الجزائرية بطبيعة الحال من أجل لعب كل من مبارياتهم. أولا محمد لاسات عنده تربص يعني مستقبلا نتمنى له كل التوفيق في تحدياته القادمة. أما بالنسبة للكوتش جمال الماضي وصل لاعبه اليوم أعزائي الكرام معظم اللاعبين منهم رياض محرز إسماعيل بن ناصر كما تشاهدون هنا في شاشة الظاهرة أمامكم ورياض محرز ولاعبي المنتخب الوطني الجزائري عملوا لفتة رائعة جدا مع لاعبي المنتخب الوطني الجزائري تحت 20 سنة مما سينمي معنوياتهم وذلك بشكل كبير جدا. صراحة هذه اللفتة أنا رأيتها جيدة جدا هو اختلاط لاعبي المنتخب الوطني الجزائري تحت 20 سنة مع الفريق الأول للمنتخب الوطني الجزائري الذي يقوده الكوتش جمال ماضي. هذا الشيء راح يعطيهم معنويات كبيرة وراح يحفزهم أكثر فأكثر. وحتى رياض محرز الكرام عبر مواقع التواصل الاجتماعي صرح قائلا Let's go كما تشاهدون في هذه الشاشة الظاهرة أمامكم يعني كانت رفقة اللاعب لنادي أولمبيك ليون ورأس حربة نادي أولمبيك ليون كما تشاهدون هنا في الشاشة الظاهرة أمامكم وهذا مما صنع يعني أجواء عائلية في الطائرة المتجهة إلى الأراضي الجزائرية وهذا الشيء أنا عجبني بزاف صراحة لأنه كما قلنا راح يحرر هؤلاء اللاعبين بشكل كبير جدا ويعطيهم ثقة في النفس كبيرة وهذا الاختلاط بين هؤلاء اللاعبين لاعب المنتخب الجزائري 20 سنة والفريق الأول يعني راح يعطينا العديد من يعني النقاط الإيجابية جو عائلي كبير بين المنتخبين وراح يحفزهم بشكل كبير جدا من أجل أن يصبحوا خلافة لهؤلاء اللاعبين الذين حاليا ينشطون في الفريق الأول تحت قيادة الكوتش جمال بالماضي. فما رأيكم حول هذه الأخبار؟ أتمنى أن هذه الأخبار قد نالت إعجابكم وكان هذا فيديو اليوم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام.